شنو رأيك يا بنت بشير بركة في ال ندوة؟ طبعا على تيبل ماونتن مهمة، خليك طبعا معلم سياحي الشهير، أحد معالم السياحية في مدينة كيبتاون. العديد من السياح زي ما تشوفوا، مطعم شوفوا المحيط الأطلسي، طبعا هذا المحيط الأطلسي. شعور جميل طبعا، احد المناطق حتى المناظير التي تقرب صور. مجموعة من السياح ايضا تقرب جميل جميل جدا والله. شو شعورك انت؟ طبعا هذه اول مره. والله هذه اول مره طبعا نجي لمكان هذا جميل جدا، والله جميل جدا. نعم، هو التبل ماسه. شعور طيب، اتمنى اصحاب الوقت ان يكون المكان زي هذا يزورني ويشوف طبيعه بشكل طبعا. هنا تتجلى طبعا قدرة الخالق سبحان الله، ارتفاع طبعا ارتفاع اكثر من 1000 متر على سطح البحر. نعم هذا يرجع للتفكر في خلق السماوات اكيد. نعم نعم، يدل على شيء، يدل على قدرة الخالق العظيمة. مجموعة كبيرة جدا جدا من السياح من كل انحاء العالم، والجو نقي بشكل جميل. نعم الهواء، الهواء فعلا الهواء منعش، و الاطفال يلعبون، والسياح ياخذون الصور مع ابنائهم واطفالهم. نعم، وهو ذلك حسام جالس. حسام، حسام احد الزملاء طبعا الذين اتوا معنا من مدينة البوش، ولكن تعب شديد، تعب شديد ممكن لانه لم يتعود على تسلق مثل هذا الارتفاع. هذا اخذ لنا داخل الطريق شويه. نعم متعب لان بطنه كبيره، ياكل هلبس بطنه تنقص ما باش. طبعا الى ان نلتقي بكم في مراسله اخرى في معلم سياحي اخر في دولة جنوب افريقيا، استودعكم الله محدثكم بشير بريكا وزميله يوسف العيام من مدينة زيتون. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.